معكم مهدي رابح لاعب فريستايل من مدينة الرباط حي تقدم. تدرج من فرق عديدة، أولها كانت جمعيه حي تقدم بعد توارقة واتصالات. كنت تدرج في رجلية وحبست الكرة صافي، كنت بقيت واحد المدة في الدار. شجعني الأخ ديالي قال لي يطلع السطح صور شي فيديو، صورته. كاين اللي ضحك على ذاك الفيديو، كاين اللي شجعني صافي. من تما كملت. انا في الاول كنت كنلعب ماتشات، البدايات ديالي في تقريبا 2018-2019 باش بديت، وعطيت فيه تقريبا كانت عندي ديك 18-19 بحال هكا، حيت انا ولد 2000 صافي. من تما جا الحجر الصحي، كانت واحد الكومبيتيسيون ديال بطوله افريقيا تلعبات عن بعد وربحتها الحمد لله. هاد الكومبيتيسيون كانت في رمضان، داروها في انستغرام، صيفطوا لي الدراري ديال انستغرام حيت عندي انستغرام كنحط فيه فيديوهات اللي هو مهدي رابح. من تما صيفطوا لي صافي، دخلت شاركت معاهم، بقيت صافي وصلت للفينال ربحت الحمد لله. كانت منافسه شديده، كانت صعيبه بزاف، كانت في رمضان. هاد القضيه هادي كنت هضرت عليها في احدى القنوات التلفزيونيه. هاد الرياضه بدات في 2006، كان واحد الدري كيمارسها ما تشهراتش واحد الشهره. دابا الحمد لله راه غادا في واحد التطور، ولكن حقها باقي ما معطاهاش في المغرب، باقي ما معطاهاش حقها. وخارج المغرب راه عندها حقوق ديالها. كان تواصل مع ناس خارج المغرب، يعني الفرق اللي بيناتنا ما كاينش شي فرق. الفرق عندهم هما فين كيترينيو، مثلا عندهم واحد القاعه مخصصه كيترينيو فيها، حنا ما عندناش. مثلا كتكون الشتا ما كنقدروش نترينيو، الشمس بحال هكا راه ما تقدرش تريني، فما تقدرش تكمل شي ساعتين ولا ثلاثه سوايع لونطريمون. كنوجه رساله للناس اللي عندهم يد في الشان الرياضي، انهم عطوا فرصه لهذ الرياضه، لان هذ الرياضه هذا باقي ما معطاهاش حقها في المغرب. وكنت عطاها حقها راه شحال من واحد دارها قبل، يعني كون عطاوه حقك راه كمل، فهمتي؟ انا منهم دابا حاليا. دابا مثلا انا واحد الشمعه شاعله راه تبقى غادا وكتطفى، الا ما تعطانيش حقها راه تبقى غادا وكتطفى. ودابا انا ملي كنحط شي فيديو في انستغرام كنلقى كلشي اللي خارج المغرب كيصيفط لي تيقول لي انت كنت هنا في هذه البلاد هذه اللي تيكونوا فيها هما كون عطاوك حقك بزاف، فهمتي؟ شنو الكومنتات اللي كنلقى تيقول لي بلاد دف المواهب، فهمتي؟ وحنا ما كتجينا الغير على ديك القضيه، علاش تقول زعما على المغرب داك اللعيبه؟ وكون عطاونا حقنا في المغرب راه تشرف عالميا، راه واحد المغربي راه كيدير واحد الرياضه اللي ما مديرهاش في شحال من بلاد. انا نعاود لك دابا في ميساجات اللي كيجوني في انستغرام، كيقول لي دابا شي واحد باغي يتعلم، كنمشي لعندو كنشرح ليه داكشي كيتعلم، كنمشي لا غد لي عند واحد اخر في واحد المدينه واحد اخرى كنشرح ليه. يعني قلت اجي ندير واحد الجروب ونطورو. حنا درنا جروب اكبر جروب في افريقيا، ودابا ما معطيهش حقه. شحال من واحد تقريبا في المغرب؟ يقدر يكون شي 120 واحد، وكل واحد من المدينه كاين المدينات اللي ما فيهمش. وحنا في الرباط تقريبا راه شي 30 واحد اللي كيمارسوا هذه الرياضه، بنات ودراري. مع العلم بنات ما عمرهم كانوا كيديروا هذه الرياضه في المغرب، دابا راه ولاو الحمد لله. يعني شي خصها تعطيها حقها، خصها تعطي واحد الالتفات لهذه الرياضه هذه باش تولي مزيانه. يعطيونا غير قاعات فين ترينيو صافي، يعطيونا غير قاعات، حنا ما بغينا والو غير قاعات. ما نكذبش عليك، ما الحمد لله دابا حنا غاديين في واحد التطور. كل نهار كنبان في واحد مواقع التواصل الاجتماعي ولا التلفاز راه غادي كنهضر على هذه الرياضه باش تزيد الشهر. وكون هما كون اتصلوا بك ولا شي حاجه، كون بغاو يديروا شي حاجه كون اتصلوا بك.